مساء الخير. ذات شهر أمني محكم فر 3 سجناء من رومي من الباب الرئيس، التحقوا بالجهاد في سوريا، وقد يكون أحدهم لقي حتفه. مرت الأيام ونادى المنادي للمحاكمة ليتبين أن لا حياة لمن تنادي، وأن الموقوفين أصبحوا في ساحات الوغى السورية، وأن الدولة اللبنانية لا علم لها ولا خبر. الموقوفون 3 استغفلوا الأمن أو أن قوى أمنية سهلت فرارهم وغطت فيما بعد أي أنباء عن الهروب، ولذلك انتقل معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني إلى رومي لتفقد مبنى الإسلاميين، وباشر تحقيقاته محتجزا عددا من القوى الأمنية. الأغرب في السالفة الأمنية أن وزير الداخلية العميد مروان شربل وضع إصبعه على الجرح ونثر بساطته وبراءته على الملف، فقال إن الفارين 3 غير خطيرين وإن الفرار لم يحصل منذ وقت طويل. رئيس الجمهورية الذي استدعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء الشفريفي أبلغه أن الفرار غير مقبول على الإطلاق، وطالبا اتخاذ تدابير صارمة وأن تتحمل القوى المولجة أمن السجن مسؤوليتها الكاملة. وإلى يوم رومي فإن 13 تشرين كان للذكرى. التيار الوطني الحر استعاد مناسبة مرة أسفرت عن خروج العماد عون من قصر بعبدة، وجزء من عائلة شمعون استذكرت شهيدها داني وأفراد أسرته أنجريد والطفلين طارق وجوليا. للتيار مهرجان في دير القلعة ببيت مري، ولشمعون احتفال في المعهد الأنطوني ببعبدة. أما السنوات 22 التي مرت على الحادثين فإنها غيرت في مسار الحال، فالطائرات السورية التي قصفت قصر بعبدة في 13 تشرين وأنهت تمرد الجنرال ونفته إلى باريس هي اليوم تقصف مدنا سورية وتهجر ناسها، فيما يقع الجنرال على خط توافق مع النظام. أما داني شمعون رفيق الجنرال في عز الحرب فإنه بقرار المجلس العدلي اللبناني اغتيل على أيدي قوات سمير جعجع، لكن شقيقه دوري لا يرى ضيرا في أن يكون على الخط نفسه مع الجاني. في الأزمة السورية فإن جولة الأخضر الإبراهيمي قادته إلى تركيا بعد السعودية ولاحقا إلى طهران وبغداد. أما تركيا فإنها لا تيأس من عقد المؤتمرات والمنتديات التي لا يعود ريعها إلى صالح الشعب السوري، بل إلى منتفعين باتوا يهون تجارة المؤتمرات وعيشها الكريم. وفي منتدى اسطنبول دعا رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لوقف العرقلة التي تمارسها روسيا والصين، وهو مسار وافقه عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، داعيا إلى فرض فيتو على الفيتو لأن حق النقد يمنع الحل في سوريا. نبدأ من التطورات الميدانية في سوريا، حيث أعلن عن إسقاط طائرة حربية قرب قرية كفرناها في ريف حلب الغربي، ودمشق توافق على تأليف لجنة أمنية سورية تركية. حلب عنجارة، إسقاط إحدى الطائرات. في تطور عسكري ميداني جديد هو الثالث من نوعه، أسقط مقاتلون سوريون معارضون من كتائب نور الدين الزنكي طائرة حربية من طراز ميج على مسافة نحو 12 كيلومترا إلى الغرب من حلب قرب قرية في ريف حلب، وهذه الطائرة كانت تشارك بقصف محيط بلدة خان العسل قرب قرية كفرناها في ريف حلب الغربي. وبث ناشطون على الإنترنت شريطاً يظهر جمعاً من الأشخاص يتحلقون حول ما يبدو أنه ذيل الطائرة الذي يحترق على قارعة طريق يشك سهلاً واسعاً. سياسياً حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من أن بلاده سترد من جديد إذا ما انتهكت سوريا حدودها مرة أخرى، آملاً أن لا ترتكب سوريا مثل هذه الانتهاكات. ولكن وفي الوقت عينه أشار بعد لقاء له مع نظيره الألماني أن انتهاكات جديدة للحدود يمكن أن تحدث، وسنرد بلا تردد إذا رأينا أن أمن تركيا القومي في خطر. تصور اقتحام الطيارة السورية من قبل عناصر مسلحة تركية
وفي جديد الصراع التركي من جهة والسوري الروسي من جهة ثانية، واستكمالا لقضية الطائرة السورية التي اعترضتها السلطات التركية الأربعاء الماضي والتي كان على متنها 17 مواطنا روسيا، استهل التلفزيون السوري الرسمي نشرته الصباحية بعرض صور قال إنها تظهر عملية خطف وقرصنة القوات التركية للطائرة السورية وكيفية اقتحام مسلحين أتراك ملثمين الطائرة وتعرضهم للبعض بالضرب والتقييد. وفي إطار الجهود الروسية المبذولة لحل الأزمة، رحبت دمشق بالاقتراح الروسي إقامة آلية للتواصل الأمني المباشر بينها وبين أنقرة، وأوردت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أنها ناقشت مع السفير الروسي في دمشق استعداداتها لإنشاء لجنة أمنية سورية تركية مشتركة تتولى مهمة العثور على آلية لضبط الأوضاع الأمنية على جانبي الحدود المشتركة في إطار احترام السيادة الوطنية لكل من سوريا وتركيا. وفي الإطار نفسه يزور المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تركيا، ويلتقي فيها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، ويبحث معه في أوجه النزاع السوري على أن ينتقل منها إلى العراق، في وقت أقرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن روسيا لم تنتهك أي حظر على نظام الرئيس بشار الأسد، لكنها رأت أن السياسة الروسية في الملف السوري تفتقد إلى الأخلاقية. وأشارت نولاند في مؤتمر صحفي أن بلادها ليس لديها شك في أن المستلزمات التي صادرتها تركيا من الطائرة السورية هي معدات عسكرية خطيرة، معتبرة أن مجلس الأمن لن يتخذ قرارا بفرض عقوبات على سوريا، وذلك لأن روسيا والصين ستستعملان حق النقد الفيتو على القرار كالعادة. ميدانياً أفادت معلومات صحفية أن مسلحين دخلوا الجامع الكبير في حلب والاشتباكات مستمرة في داخله. وفي دمشق أفاد المرصد السوري عن انفجار سيارة مفخخة ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة وإصابة العشرات. إلى ذلك أعلنت مجموعة تسمي نفسها أنصار الإسلام سيطرتها على مقر كتيبة الدفاع الجوي في الغوضة الشرقية في دمشق، في وقت استمرت المعارك التي وصفت بالضارية في محيط مدينة معرة النعمان في إدلب التي تقول المعارضة إنها سيطرت عليها، فيما تحاول القوات النظامية استعادة هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على طريق الإمداد إلى حلب. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 22 مقاتلا سوريا معارضا قتلوا جراء قصف بالطيران الحربي نفذه الجيش السوري صباح السبت خلال محاولتهم اقتحام معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. وأفاد المرصد المعارض عن تعرض حي الخالدية في حمص للقصف بقذائف الهاون وعن قصف القوات النظامية مدينة القصير في ريف حمص. في مقلب السلطة أعلنت وكالة السنة الرسمية أن القوات السورية وخلال استكمالها تطهير مدينة كرم الجبل من الإرهابيين في حلب تمكنت من قتل العشرات منهم، ونفذت في ريف حلب عمليات مسلحة وصفتها بالنوعية، دمرت خلالها 8 سيارات محملة بالأسلحة والذخيرة والإرهابيين، كما قضت على عدد من الإرهابيين في درعا. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطرة وطفل مساء اليوم في غارة جوية إسرائيلية شمالي القطاع. وقال مصدر طبي في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا إنه وصل إلى المستشفى جثة شهيد وجريحان، أحدهما طفل والآخر شاب حالته حرجة جدا، موضحا أن الشابين أصيبا إصابة مباشرة بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفتهما بينما كانا على دراجة نارية في جباليا شمال مدينة غزة. وذكر شهود عيان أن الناشطين المستهدفين عضوان في جماعة سلفية نشطة في غزة دون الكشف عن هويتهما، وتجمع عشرات الشبان والصبية أمام ثلاجة الموتى في المستشفى وردد بعضهم هتافات تدعو للانتقام من إسرائيل. من جهة ثانية أفاد شهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل على معسكر تدريب تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حي الزيتون شرق مدينة غزة دون إصابات. وأكد الشهود أن طائرات استطلاع إسرائيلية عديدة تحلق بكثافة فوق أجواء قطاع غزة. تضارب في المعلومات حول فرار سجناء من رومي، لكن الأكيد أنهم خرجوا كما دخلوا من الباب.
كان مقررا أن يكون يوم الجمعة موعد جلسة محاكمة الموقوف الفلسطيني السوري محمد فلاح الذي ينتمي إلى فتح الإسلام، لكن فلاح لم يحضر الجلسة. فالعناصر الأمنية التي حضرت لاقتياده فوجئت بخبر هروبه وسجينين إسلاميين آخرين هما الجزائري فيصل عقلة والسوري عمر عثمان. والأسوأ أن القوى الأمنية لا تمتلك حتى الآن جواباً عن وقت الفرار. أمس، قبل أيام، قبل أكثر من شهر أو منذ عيد الفطر، الروايات تضاربت. وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أشار من الكونغو إلى أن السجناء يجري عدهم يومياً، وطمأن اللبنانيين إلى أن الفارين الثلاثة ليسوا من السجناء الخطيرين، وقال إنهم خرجوا من البوابة الرئيسة للسجن مستعملين هويات مزورة ساعدهم فيها أشخاص من الخارج. لكن للسجناء رواية أخرى ترجح الفرضية التي استبعدها شربل وتؤكد مقتل محمد فلاح في سوريا. محمد فلاح هو يلي ظهر بشريط الفيديو؟ اللي بدون دعم. هو يلي ظهر بشريط الفيديو مقتول؟ بالضبط، اسمه أبو سمية محمد فلاح. 100%. طيب شو اللي بأكد لك انه هن؟ نعم نعرفهم، يعني واحد عايشين معهم هون سنه وسنتين، شلون يعني ما نعرفهم بشكل دغري. اللي هربوا امتى هربوا من السجن؟ اكيد 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 قبل شهر، من شهر وورا اللي متاكدين منه، يعني لانه هذا شريط الفيديو ترجعي على الارشيفات التلفزيونات، نعرضوا على تلفزيونات ثانيه هذا نفس المقطع. في تعداد كل يوم، في تعداد للمساجين برومية؟ بكل سجن في الا الطابق الثالث تبع الاسلاميه ما في، هن بيعملوا التعداد. بس هدول الطابق الثالث ممنوع حدا يتدخل معهم اطلاقا، انتبهي. ايه يعني عاملين اماره لحالهم. انت كمان مأكد انه هيدا الشخص يلي ظهر بشريط الفيديو مقتول هو محمد فلاح؟ نعم. محمد فلاح كيف تعرفتوا عليه؟ معي كريم هون، نعرفه من هون نحن. كمان نعرفه يعني ثلاث اربع سنين نعرفهم. جربتوا تحكون امبارح او اليوم؟ حاولنا نحكي معه خطوط المسكرين تقريبا من شيء من رمضان. من قبل رمضان كانوا خطوط شغالين نحكي معهم وكذا. يعني امبارح تفاجئنا انه امبارح انه عم نشوفه على التلفزيون. هذول انا احنا شايفينه من امتى؟ شايفينه من شي شهرين تقريبا على التلفزيون، شايفينه مقتولين. معاون مفوض المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني احتجز عدداً من العسكريين وتوجه والمفوض القاضي صقر صقر إلى رومية لمتابعة التحقيقات. الأجهزة الأمنية باشرت بدورها العمل، الأدلة الجنائية مسحت المكان، وحدة اقتفاء الآثار سيرت دوريات، وشعبة المعلومات استقصت آلات التصوير في المكان. وفيما تحدث البعض عن رفض السجناء الإسلاميين التعاون مع هذه الأجهزة، أكد عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم أن الإسلاميين في رومية على تفاهم مع القوى الأمنية في أمور كثيرة. توج فتح الإسلام سلسلة طويلة من محاولات الفرار بمحاولة ناجحة أظهرت القوى الأمنية وكأنها آخر من يعلم هي التي علمت بالأمر بالصدفة. بسهولة اخترق فتح الإسلام الأمن اللبناني ووضع المحققين أمام صعوبة اختراق جسم الإسلاميين الموقوفين. من أمام سجن رومية، رونا حلبي، قناة الجديد. في ذكرى 13 من تشرين، قداس مركزي للتيار الوطني الحر في دار القلعة بيت مري. في دير مار يوحنا القلعة في بيت مري، الشاهد في ذاكرته وذاكرة رهبانه على أحداث 13 من تشرين الدامية من عام 90، أحيا التيار الوطني الحر الذكرى 22 لسقوط شهداء الجيش اللبناني دفاعاً عن لبنان. البرتقاليون برئاسة عمادهم وكتلته النيابية اجتمعوا على ذبيحة إلهية وصلوا مع عائلات الشهداء لراحة أنفس شهداء الجيش وعلانية المفقودين، لاسيما الراهبان الأنطونيان ألبير شرفان وسليمان أبي خليل اللذان كانا في الدير في ذاك اليوم واختفيا منه بعدما هدم قسم كبير من الدير واحتل سنوات عدة.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلناها لكشف مصير الأبوين ومن معهما، لم نوفق قط في معرفة الحقيقة. ونحن اليوم باسمكم وباسم الرهبانية الأنطونية نطالب مجدداً المعنيين في لبنان وخارجه بتكثيف الجهود والعمل جدياً وبحسب التعاليم السماوية والإنسانية والأخلاقية لحل قضية المفقودين جميعهم. يا شعب لبنان، ناديتكم فلبيتم النداء. وبعد القداس ألقى العماد ميشيل عون كلمة وجدانية استذكر فيها محطات ذاك التاريخ وقصف الطيران السوري قصر الشعب وكيفية نسج مؤتمر الطائف. خزن الكبير على اتفاق الطائف كان أنه لم يوقع إلا من اللبنانيين، ولا يلزم أحداً الانسحاب من لبنان ورفع الوصاية عنه لاستعادة السيادة المفقودة. ولما كنا متشددين في هذا الموقف تواطأ الجميع علينا وعلى طعننا بافتعال حروب داخلية أشعلتها الميليشيات لتبرير دخول القوى الخارجية، فكانت 13 تشرين. كما وعدتكم يوم غادرت لبنان، وأؤكد لكم اليوم أننا بدأنا بتحقيق الأهداف التي من أجلها قاتلنا وحمل كل منا صليبه مدة 24 عاماً، ومهما واجهتنا صعوبات سنزللها متضامنين لإعلاء شأن الوطن وتوفير حياة لائقة مادياً ومعنوياً لبنيه، فنكون بذلك قد أعطينا المعنى الحقيقي لأمان شهدائنا الأبرار. هذا وأضاء الحاضرون شمعة كرمز لنور المسيح وعلنية شهداء 13 من تشرين. إحياء ذكرى اغتيال داني شمعون وعائلته في مهرجان سياسي وشعبي طغى عليه طابع 14 من آذار. شمعون مع مواطن للوصول إلى رؤية كاملة ممكن تتنفس المستقبل، تعكس رأي المواطن انطلاقا من الحكم والحكومي، وليس أن حكومي وحكم يفرض رأيه على الشعب. تحت عنوان وطنيون حتى الشهادة ليبقى لبنان لبنان الأحرار، وتحية لداني شمعون ورفاقه الذين اغتيلوا في 13 من تشرين الأول عام 90، نظم حزب الوطنيين الأحرار احتفالا خطابيا في المعهد الأنطوني الحدث بعبدة، تناوب على الكلام فيه كل من أحمد الأسعد ورئيس مجلس إدارة قناة الام تي في جابرييل المر، ثم الوزير السابق مروان حمادي. أنت يا داني من الذين خافوهم فقتلوهم. نعم، خافوهم فقتلوهم، هكذا هي العقول المجرمة، هكذا هي العقول الشمولية، هكذا هي العقول التي لا تحتمل الرأي الآخر ولا الرأي المعاكس. هذه العقول اليوم تحتضر في دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية ودرعا. هذه العائلة المفيوية الدكتاتورية التي فتكت بسوريا قبل أن تفتك بلبنان ولتفتك بلبنان، هذه العائلة على وشك الانتهاء الحتمي الآن، ومعها كل حلفائها وأزلامها. بالحزب مررنا بأيام حلوة كتير وأيام بشعة كتير. طبعاً الذاكرة بتحب دايماً أنه تنسى البشع، ولكن ما بيجوز أنه ننسى كلياً البشع. ما بيجوز ننسى أنه كيف الاحتلالات اللي إجت على المحتلين اللي إجوا على لبنان، إن كان اللي إجا احتل من الجنوب وشمالاً، ولا كان اللي إجا من الشرق وجنوباً، هودي كلهم بنهاية الأمر دفعونا ثمن غالي كتير، دفعونا
شهداء وشهداء حيين اللي هن موجودين بيناتنا اليوم. وكانت قد أصدرت رئيسة حزب الديمقراطيين الأحرار تريسي داني شمعون بياناً علقت فيه على دعوة حزب الوطنيين الأحرار برئاسة دوري شمعون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى ذكرى استشهاد داني شمعون وعائلته، وأكدت أن من غير المقبول أن يدعى الرجل الذي أدين من الشعب والحاكم بقتل والدي وأسرة كلها إلى قداس يقام لراحة أنفسهم، لأنه لا عفو قبل الإقرار الجريمة والاعتذار. الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي الجالية اللبنانية في الكونغو ويدعوها إلى التسجيل في السفارات من أجل المشاركة في انتخابات عام 2013. شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإلى جانبه وفد وزاري في افتتاح أعمال القمة الفرنكوفونية 14 في الكونغو، القمة التي التأمت في حضور عدد من زعماء العالم. قال خلالها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الوضع في الكونغو غير مقبول بالنسبة للحقوق والديمقراطية والاعتراف بالمعارضة، مشددا على أن الفرنكوفونية لا تقتصر على التحدث باللغة الفرنسية بل على تطبيق معانيها، لأن حقوق الإنسان كتبت بالفرنسية، في إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغه الثوار الفرنسيون. وقبيل افتتاح القمة أقيم عشاء للجالية اللبنانية في كينشاسا، أكد خلاله ميقاتي أن مهمة حكومته الأساسية هي الحفاظ على استقرار لبنان وسط كل ما يجري حوله، ودعا المغتربين إلى تسجيل أنفسهم في السفارات. ندعوكم جميعاً هون وبكل أنحاء العالم للتسجيل للانتخابات، ما نترك الأمر لآخر لحظة. الحكومة قامت بواجبها وأخذت كل الأمور اللازمة ورصدت الاعتمادات الضرورية وهيئة الجهاز البشري الضروري لحتى تكون حاضرة على ضوء قانون انتخابات لما يصدر، أنه يكون في عنا ضرورة لمشاركة الجسم اللبناني المنتشر في الخارج أنه يشارك بالانتخابات بلبنان. فبتمنى تكون التسجيل أساسي وأنكم تخدوها بالجدية الكاملة. الوزير علي حسن خليل قال إن أبرز إنجازات الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار في وقت تهتز فيه المنطقة. أنا بدي وجه تحية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اللي عم بيكون حريص على استمرار الحوار الوطني. هذا الحوار اللي عم بيلاقي في قادة البلد، حكومة البلد، المجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه بري، والحكومة وعلى رأسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي. لبنان بعده بلد قوي، بعده بلد الانفتاح والحوار، لبنان بعده بلد المقاومة والانتصار. وأضاف خليل إن لبنان حاضر بقوة على الخريطة الدولية بشعبه وجيشه ومقاومته. الرئيس عمر كرامي يستقبل وزير المال محمد الصفدي الذي أكد أن عزوفه السياسي ليس رسالة سياسية. قال رئيس الحكومة السابق عمر كرامي خلال استقباله وزير المال محمد الصفدي إن انسحاب الأخير من الترشح أمر مزعج آملا التراجع عنه، في حين شدد الصفدي على أن عزوفه ليس رسالة سياسية بل بسبب ظروف معينة. لما أرينا أنه بده ينسحب من الحياة السياسية طبعا يعني أخذ على خاطرنا، وهذا شيء مش ممكن، لأنه هذه رسالة بدنا نكملها كلنا مع بعضنا البعض في خدمة هذه المدينة وهذا الوطن. وكنا عم نتناقش في هذه المواضيع كلها سوا، وإن شاء الله بالتعاون الأكيد نقدر نوقف بكل المؤامرات اللي عم تحصل على هذه المدينة. هل هناك فكرة للرجوع عن هذا العزوف؟ لأنه طرابلس تحتاج انتهى لا يعني انتهى العزوف. دولة الرئيس دايماً محبته هيدي بتدل طاغية حقيقة. نحن دولنا بالأمر وحطيته أنا بالصورة كلياتها حقيقة شوية الأسباب وتفهم هذه الأسباب، ونحن دايماً التعاون قائم لخير المدينة وخير لبنان. وأعلن الصفدي أنه مستمر في الحياة السياسية وأن في الإمكان خدمة الوطن خارج إطار المجلس النيابي.
أهلا بكم من جديد. معتقلون خرجوا من السجون السورية يروون معاناتهم بأمسية ومعرض للأشغال اليدوية. معاناة المعتقلين في السجون السورية والعذابات الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها في سنوات الاعتقال جسدها المعتقلون المحررون بتفاصيلها الدقيقة، فاستطاعوا على مدى أكثر من 3 ساعات في أمسية هواة الظلام نقل الصورة الحية لما عاشوه طوال مدة اعتقالهم، فامتزجت الذكريات المرة بالحاضر المكافح. وفي هذه الأمسية أعلن عن إطلاق جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إضافة إلى معرض لأعمال يدوية نفذها المعتقلون المحررون. المعتقلين اللبنانيين الموجودين بالسجون السورية بنادي بالإفراج الفوري عنهم، لأنهم كفاهم معاناة وكفى أهلهم ظلما وعدوانا. يعني أنت أي سنة؟ 97. في اشخاص انت هلا العالم فاكرينه المفروض، في اشخاص وكانوا اساسا اثناء وجودنا داخل السجون السوريه كانوا يقولوا ما في معتقلين سوريين، ما في معتقلين بالسجون السوريه، وبعد فتره وفتره يطلع الافراج بالالافات وبال900 و750، وكانوا المسؤولين اللبنانيين يقولوا لا معتقلين في السجون السوريه. هذا نشاط نحن بالدرجه الاولى خوفا على المساجين الموجودين رفاقنا هي في السجون السوريه، خوفا عليهم، لانه هذا الوضع نعتبره وقت ما ضايع ممكن يروحوا بلا باشياء بسيطه. اولا نطرح الصوت، يعني ما كانت بسهوله انك ترجعي تبقي انه المطلب وقت السوريين وبعد ما فلوا السوريين وبعد ما رجعت استوت الامور بتغيير حكومات هذه القضيه لازم تستمر، نعمل على بقائها، يعني خطه جديه لحلها بما فيها هيئه وطنيه. المشروع اللي قمنا فيه هو عمل حافز كتير قوي قدام كل هالناس لتساعد هالمعتقلين. أنا بعتبر اليوم قدمنا عمل كتير 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 منيح لمستقبل قريب. ولفت رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن إلى أن هذه الأمسية هي حافز تذكير مستمر كي لا ننسى 620 معتقلا فعليا معروفين من قبلنا ومن قبل معظم الجمعيات الحقوقية ومن الدولة اللبنانية. موقع إلكتروني إسرائيلي يكشف وبالصور فضائع جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة عام 67. لأول مرة فيديو إسرائيلي يكشف تعذيب أسرى من الجنود المصريين على يد الجنود الإسرائيليين خلال حرب عام 67 على نحو مهين جدا، وضربهم ضربا مبرحا بعد تجييدهم من البزات العسكرية وإبقائهم بالملابس الداخلية فقط. التقطت هذه الصور في معسكر أقامه الجيش الإسرائيلي في مدينة العريش المصرية وعلى مقربة من منطقة المطار بعد تمكنه من هزيمة الجيش المصري واحتلال مناطق سيناء. هذه اللقطات التي بثها موقع ولا الإسرائيلي والتي التقطت في حرب عام 67 هي من بين مجموعة لقطات أخرى جمعت في فيلم وثائقي يظهر فضائح جيش الاحتلال الإسرائيلي وإساءته إلى الأسرى المصريين خارقا اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان. وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن هذه اللقطات تكشف القسوة التي تدعو إلى الخجل والتي لن يحاول أحد تخليدها في كتاب التاريخ الإسرائيلي. منتدى اسطنبول الدولي يلتئم على وقع انتقاد حق النقد. من زاوية الأزمة السورية تطرق رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المؤسسات الدولية تحديدا فيما يتعلق بمسألة حق النقد الفيتو الذي تلجأ إليه روسيا والصين. كلام إردوغان جاء خلال دورة منتدى اسطنبول الدولي الذي يلتئم تحت عنوان العدالة.
موقف الأمم المتحدة يسمح للرئيس السوري بقتل شعبه إذا كان يلزم الأمر الانتظار لمعرفة ما سيقوله عضو أو عضوان دائمان في مجلس الأمن، فحينئذ يكون مصير سوريا فعليا في خطر كبير. لقد آن الأوان لتغيير هيكلية مؤسسات دولية بدءا بمجلس الأمن الدولي نحو تمثيل أوسع وأكثر عدلاً وفاعلية. مجلس الأمن الدولي وعبر عدم تمكنه من تطبيق سياسة فعالة إزاء الأحداث في سوريا يفقد صدقيته ومشروعيته في نظر المضطهدين في العالم. وما لم تتغير العقلية التي تنظر إلى الضحايا في سوريا كأرقام إحصائية فإننا لن نصل إلى أي مكان. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالب بتقييد مدى استعمال الفيتو من خلال تعديلات، معتبراً أن سوء استعماله يمنع الحل في سوريا، طالباً دول مجلس الأمن بالعمل على وقف العنف في سوريا. وكان العربي قد اجتمع على هامش المؤتمر بكل من إردوغان ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو، الذي وفي تصريح لافت وعالي النبرة قال إن تركيا ستنتقم بلا تردد إذا انتهكت ثانية حدودها مع سوريا، إشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لمنتدى اسطنبول شارك فيها رئيس منتدى الشرق الإعلامي وضاح خنفر. صفقة رئاسية مصرية لتهدئة الخواطر وأخبار دولية متفرقة في هذا التقرير. اتفق الرئيس المصري محمد مرسي في خلال لقائه النائب العام عبد المجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه إلى أن تنتهي الأزمة، في وقت عاد الهدوء إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة بعد اشتباكات بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضين له أسفرت عن عشرات الجرحى في خلال تظاهرة للتنديد بتبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل. وكان مرسي قد تعهد محاسبة من قال أنهم أجرموا بحق البلاد، وأكد أنه لن يترك أحدا ممن أفسدوا وتجاوزوا القانون من دون عقاب. أطلقت الشرطة في البحرين قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في منطقة السوق القديم بوسط المنامة، واعتقلت نحو 10 أشخاص، وكان المئات قد خرجوا في تظاهرات سلمية رافعين صورا لقادة المعارضة المعتقلين في السجون، ورددوا هتافات منددة منها فليسقط حمد في إشارة إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. تعرض مكتب تابع لحملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانتخابية في ولاية كولورادو لإطلاق نار من سلاح حربي، ما أدى إلى تحطم زجاج الواجهة من دون التسبب بأي إصابات بشرية، على الرغم من وجود فريق الحملة في المكتب لحظة وقوع الحادث، وتبحث الشرطة عن سيارة مشتبه فيها على علاقة بالأمر. كان في النشر إسقاط طائرة ميغ سورية في ريف حلب. وحدث في مثل هذا اليوم. يا شعب لبنان، ناديتكم فلبيت النداء. من سجن رومي إلى أين المفر؟ أكيد 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 من شهر ورا. وتابعنا في النشرة بحثا عن الأصوات في الكونغو. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.